مرحبا بكم على قناة الحوار. نستضيف معنا ليلى سي نوري بوزيد. مرحبا بك، عايشك بارك شكر الله فيك. خاص من قناة الحوار سي نوري بوزيد. شكرا على الأفلام اللي هديتهم لقناة الحوار، وهذه معناتها ناكت والله نوبل سيتويان. والله يتسمى حتى شيء قدام اللي تعمل فيه قناة الحوار. والشيء من مأتيه لا يستغرب سي نوري. بارك الله فيك، عايشك. ما نستغربوش من مناضل كيفك أنه معناتها يتبرع بالأفلام هذوما. حتى شيء بالنسبة لقناة الحوار تستاهل أكثر منك. يعطيك صحة، وإن شاء الله مستقبلها أزين وأحسن، وإن شاء الله توصلنا للهدف اللي نحب نوصله له. الكلنا نعملوا من أجل المواطنة، وقناة الحوار هي قناة مواطنة كذلك، قناة مناضلة. ونشوف اللي موقفها من التونسية كان شجاع وجريء، ويعبر على نضال كذلك. ما لقاوش كون يشيلهم الا في الناس اللي ما عندهاش امكانيات. وسي طاهر قال اللي هذايا ابسط شيء نجمو نعملوه، وعبر على هذا. فريمون جي بوكو ابريسي انا الحكايه هذه. فريمون الليله سي نوري ماذا بينا باش نحكيو على الفيلم نتاعك عرايستين. اذا ممكن تقدم لنا شويه الفيلم هذايا وتحط في الاطار الساده المشاهدين والمشاهدات. الفيلم تعمل في تصور في 2001 وخرج في 2002. كان تطور برشا الموضوع، على خاطر في الأول كان الشخصية الرئيسية هو بابا جعفر، بعد تالي وكان اسمه لاغوني. المنتج الله يرحمه أحمد عطايا ما حبش العنوان هذا، قال لي ما نقدموش، عاود بدلو. زدت خدمت وباش نمشي لاتجاه آخر، أعطيت أهمية أكبر لعمران اللي هو سمسار متعبون وجاي من الفيلاج وجايبه بابا جعفر، وهو تقريبا سمسار متعبون اللي في نفس الوقت هو الجارون نتاع حياتهم ونتاع ولي ساليغ نتاعهم وكل شيء، يوصلوا للعائلة هو يجيبهم، هو الصلة ما بين الاثنين. الموضوع ولا أقرب للحياة الشعبية، دونك مشيت أكثر مع شخصية ربح اللي مثلتها هند صبري، وشخصية فضة اللي مثلتها البنية أميمة بالحفصية اللي توا ممثلة كبيرة كبيرة في العمر وكبيرة في ال في ال في ال تسعة سنين، تسعة تقريبا، تسعة سنين ولا ثمانية سنين ما نتذكرش بالكدا. وكانت علاقتها معايا أنا باهية برشا 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 برشا، بهت معناتها حبتني تسويت، وأمها تمثل معايا في الفيلم، لكن أمها قالت لي كان مش تحبك راهي باش تقبل الدور ومش تخدم معاك. هذاك خلاني زدت طورت الشخصية نتاعها أكثر أثناء التصوير. دونك على خاطر على الاول مانيش متاكد انه الحاجات اللي نحب نعملهم تنجم ممثله صغيره في العمر تقوم بهم. والزهر حب اللي امه وابوها ممثلين وكانوا اكثر الاحيان حاضرين معانا، ولكن ما كانش حتى رقابه، على خاطر استبناوا الموضوع وحبوه مشاو معنا، وهي كذلك مشيت انا بدي للمديره نتاع المكتب باش ما تعطلش في دروسها الى اخره، والحكايه عطتها شويه شهره في المكتب. قامت بالدور معناتها كما اي خدمت مليح 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 الدور. ملاحظة عده مراحل الفيلم هذا. اي دونك في الاخر الكتابه الاخيره كانت اثناء التصوير. خاصة بالنسبة للبنية أعطيتها أكثر أهمية، وأنا بدي نكتشف في هالعالم متاع سجنان ومتاع شمال الغربي، شمال الغربي. خاطر مش كيما تزور مرة، مش كيما تعيش مع الناس وتشتغل معهم وتحب تبني الحكاية تلقى لها الحاجات المواد. وانا نحب المواد العضويه، خاطر نحب شخصيات يكونوا عندهم علاقه بالمواد العضويه برشا.
جيت شمال الغربي مازلت اليوم مهمشة سينوري. مازلت اليوم مهمشة ويظهر لي كما قال واحد ناقد فرنساوي توا عام ونص قال كي نشوفوا الفيلم نفهموا علاش صارت ثورة جات من جهة الشمال الغربي. وأنا من بين الأسئلة اللي نحب نواجههم لك، كان جيت اليوم معناتها تخدم نفس الفيلم؟ هل أنه اليوم لا نخدمه بأكثر حرية دونك مش نمشي أكثر للمنطق السياسي، لأنه ثم حاجة أخرين صاروا ما كانوش ظاهرين. هو كل شيء كان نار تحت الرماد يغلي أي، واللي نحسوه عند عمران وبلغوا مليح، واللي نحسوه عند ثلاثة شخصيات اللي هم جايين من الشمال الغربي لا ثلاثة أدوار ربحوا فضة وعمران ربحوا فضة وعمران. سميتهم ربحوا فضة على خاطر هما تقريبا عادة عند العائلات، هما ناس خاسرين يحبوا يسميوا الأسماء اللي الغناء ما جاهم كان بالاسم، ما عندهم حد شيء منه لا الفضة لا الربح، دونك يستباغتوا بالشيء هذاك تعويض للنقص. فأنا احترمت العادة هذه وسميتهم بالطريقة هذه، واللي هي تقريبا تحب تقول العكس. حتى عمران يظهر لي كيف حتى عمران ولا بما أنه العمران غديك مازال ما فماش نعتبره. وبالنسبة لبابا جعفر، بالنسبة لبابا جعفر هو اللي كان الأصل متاع السيناريو الأول، وكان السيناريو اسمه لاغوني، والمنتج ما حبش العنوان هذايا سيد احمد عطيه الله يرحمه. قال لي راهو صعيب ياسر باش يتعدى لك المشروع هذايا بالعنوان هذا، وماشي خمو في بورقيبه الى اخره. والفيلم مع الاسف ما تعملش معاه، تعمل من بعد ما تفرقت مع أحمد عطية ومشيت عبد العزيز بالملوكة هو اللي أنتج الفيلم، وبدلنا العنوان وبدلنا برشا حاجات، ومشيت أكثر أعمال نقرب من التصوير، أعمال نكتشف البنية اللي مثلت ونكتشف الوسط اللي استورنا فيه، أعمال نقرب لهم ونحس اللي لو زادوني وقت وقعدت أكثر معاهم راه ممكن كان البارتي متاع بابا جعفر ممكن تتنحى، لأنه تحس بحاجة مش تخرج شيء، تحس بحاجة هكا عند البنات الزوز نحس أنا. لكن الرسالة اللي وقتها حبيت أنت تبلغها اللي هي معناتها أنهم البنات الزوز يبحثوا على الحرية، البنات الزوز سوسون ريفولتي معناتها على الوضع اللي هما فيه. الرسالة هذه اليوم معناتها ما زالت المرأة التونسية هي نفسها معناتها تحملها. قلت لك أنا أنه الفيلم ممكن يحمل رسالة اللي اليوم تقعد قايمة هو الفيلم البيت. الفيلم وخاصة ما هوش ديباسي، ما زال ما هوش ديباسي، وخاصة اللي قاعد نشوف فيه يوميا مثلا في باردو ولا حتى في شرح ببورقيبة، خاصة سناء ممكن العام الأول متاع الثورة، خلال الثورة في العام الأول متاع الثورة ثم شوية البنات يخرجوا بمشكل مع أمهم. توا ولات الأم تهز صغارها تخرج هي وصغارها هي والبنات تشجعهم، ولات ثم تطور، ثم تطور معناتها في الوعي نتاع المجتمع التونسي نتاع المواطن التونسي، رجال ونساء ما ننسى في المقدمة نحسها يوميا. وفي الفيلم ربح وفضة هما اللي ساعدوا عمران باش يفهم اللي الشيء اللي عم فيه مش به، ما كانش فاهم، ما كانش عنده وعي، كان تصور اللي هو يجيب لهم في الخير يخدم فيهم. ولكن أنا بالنسبة لي الحرية أهم من العبودية، حتى إذا كان الحرية فيها حرمان. حرية عندها ثمن، عندها ثمن. ولو أنا في الأخر خليت فضة في الشارع تمشي تلقى الكتيبة اللي كتبتها، عملت يعني لا ماركي سون تريتوار، ولقات الصغار اللي عايشين في الشارع والصغار اللي عايشين في الشارع دون ليسباس بوبليك، يعني في الفضاء العام، ما رجعتش للفضاء الخاص خرجت من الفضاء الخاص ومشيت للفضاء العام، وانتهى الفيلم على هي ماشيه في الشارع الكبير.
بالنسبة لي أنا هي استرجعت الشارع اللي كان ممنوع لها، ولقات الأطفال، والأطفال أخذناهم من أطفال عايشين في الشارع بالحق. جاب محمد العجبوني مساعد في الإخراج، كان يعمل مليح الكاستينج، التو يعمل مليح الكاستينج، عنده يعرف الحاجات اللي ما نفقوش بها بسرعة هو يلقاها. يعني كان مهم بالنسبة لي أن تعرضك الصغار هذوك وهما بيدهم يحبوا تتقاسم معاهم أي شوية شوية، ولكن في ساعة ما تمشي بضحكة تعاود تبدأ تلعب avec sa féminité un tout petit peu naissante. أنا معناتها بالنسبة لي مانيش مدافع على الأخلاق، أنا بالنسبة لي الحرية على الحقوق، مدافع على الحقوق. الأخلاق دور المربي، والفن ماهوش معمول باش يعطي أخلاق. بالعكس ساعات تلقى في ناس تنجم المجتمع يرفض أخلاقهم، تلقى نوع من الجينيروزيتي اللي ما تلقاها في حتى بلاصة. وهذا أنا معناتها نحب نوريه، نحب نوريه ممكن عنده رسالة أمبل وأكثر. أنا ديما نمشي للشخصيات الخاسرة، الشخصيات الخاسرة هي في تمردها تخسر حتى الحرب الأخرانية متاعها، لكن رغم اللي هي تخسر الوعي متاعها والتمرد متاعها، هذيك هي المظهر الإيجابي اللي أنا حشت به. لأنه أنا من حبس هذا نعطي مثال متاع ثورة، ما عنديش، ما هوش دوري، ما نيش أنا قائد سياسي يعطي في برنامج، لا، إحنا نحبو نطوروا الوعي السياسي إلى إبداع وإلى إحساس، والإحساس هذا ينجم يتبلغ بطريقة اللي ينجم يبلغ حتى حاجات كانت مرفوضة. مثلا في فيلم ريح السد، فرفت وإلا هاشمي شخصية ترفضها من المجتمع تماما، تم عليهم اعتداء، وخاصة فرفت مشاه الفتنية ما يقبلوهاش الناس، ولكن قربته من الناس، قربته من الناس، خليتهم يحبوه. الناس خارجين من صالة يقولوا حبيناها ما مش متاعنا. يعني الدور متاع السينما دور ما مش مبني على الأخلاق. الأخلاق أنا نعتبرها في المعاملات الجماعية في المجتمع، المجتمع هو لكن الفن يستبق، الفن يجب يسبق الحديث، يسبق الواقع، ويمكن يبعث رسائل اللي هي تتجاوز الواقع. أنا نحب لما قلت معناتها استرجعت الشارع، اليوم فعلا اللي قاعدين نشوفوا فيها النساء في تونس استرجعت الشارع. وعليش معناتها نشوفوا اللي صارت المرأة مهدة في وجودها ومهدة في كيانها، هذاك علاش اليوم استرجعت الشارع بالضبط، ومستعدة لأي، مستعدة تدفع أي ثمن للحرية، وعطت دفع للرجل على خطر حسين في يوم عالم في اليوم الوطني. أنا واحد من الناس معناتها عندي زوج بنات، هما زادة مندفعين ولا هما ونحب نكون محمي بالنساء في الحركة الجماعية، في التظاهرة، نحب يكونوا هما في المقدمة، خاطر ينجموا يجيبونا برشا شيء جديد بالحق معناتها. ويظهر لي هذه الحاجة اللي الناس المحافظين ما فهموهاش، أنه المرأة تحمل قيم جديدة وحتى أحاسيس جديدة وحتى طريقة جديدة للنظر للمواضيع. هذاك علاش أنا مثلا كتبت الفيلم الأخراني مع امرأة وعطات صبغة فيمينين للموضوع، والتجربة مش تتعاود. وبديما أنا نقول لك حكاية نسبق الأحداث، مثلا فيلم ميكينغ أوف قالوا لي ما عناش شيء هذا،
بعتقد توا نشوفوا فيه يحضروا فيه من سوريا ويبعثوا فيهم. يعني هو الفن يلزمه يسبق الأحداث، إذا كان مش يمشي وراء الأحداث ما قامش بدوره، لأنه الأحداث صارت ما قامش بدوره أنه ينبه منبه. علاش؟ لأنه هو خارج على الحسابات متاع الرابور دو فورس السياسي، مرتبط بالرابور دو فورس السياسي، خارج على الحسابات السياسية. وذلك علاش الفن ممكن أكثر من السياسة؟ إذا كان السياسة تفهم السياسة. يلزم السياسة تفهم الفن، يلزم السياسيين يفهموا الفن باش يخليوها في حريته التامة وما يعتبروهش علم صحيح. إذا كانوا يحبوا يردوه علم صحيح يردوه حسابات ومش باهي، ووقتها الفيلم لا يقوم بدوره ومهمته لا ينجم يجدد. الفنانين في حاجة للرعاية لكن في حرية تامة من غير مراقبة. ما ينجمش الفنان يتقدم، ما ينجمش حتى فنان ما يتقدم. وانا نعطيك مثال، السينمائيين اللي بداوا الكاريير متاعهم تحت بن علي، مش اللي بداوا وقت بورقيبة وواصلوا كما انا وجعايبي ومفيدة وفريد دونك احنا عندنا دي جالون. بن علي حاول لكن ما نجمش. عندنا سند، عندنا سند عالمي، عندنا سند عالمي. بالنسبة للجدد تقريبا مش نستعمل الكلمة خصاهم، معناتها ولاو عودوهم أن ما يكونش عندهم قضية باش ينجم مشروعه يتعدى، ولا يعمل الاوتوسانسور نتاعو، ولا يعمل الحسابات. مش هو ما سميهاش الاوتوسانسور، هو يولي يختار الموضوع اللي ينجح. لكن هذا الموضوع اللي ينجح هذا منطق متاع السينما التجارية. احنا ما عندنا حتى مقاومات تجارية في السينما متاعنا، السينما متاعنا سينما مؤلف. هذاك علاش انا نحب نكون شاهد على العصر بطريقتي انا بعيني انا. النجم ما نعجبش الناس كل، النجم نقلق السياسيين شوية في النهايات متاعي، على خاطر ما نحبش نكون نعطي حل، ما عنديش حل. فيلم ما ينجمش يحل موضوع، ما ثم حتى فيلم في تاريخ السينما حل موضوع ما ينجمش يحل، يحل باب للموضوع ولا يطرح، هو يحل مشاكل الدرامية اللي يطرحها الفيلم في الشخصيات، لكن الموضوع اللي هو الكونتكست ما ينجمش يحله فيلم، لكن يرفع الستار عليه، يرفع عليه الحجاب، يكشفه، يعريه. هذا المهم. احنا اذا كان يعطيونا السينمائيين حلول مش يعطينا حل، ما نجمش يكون الحل هو بيدو الناس كل، هو الوحيد الاحسن. ثم حلول، ثم حلول، وثم احترام للمتفرج. انه انا ما نحبش نعطي درس، وشفنا تجارب صارت في الاتحاد السوفيتي في بعد موت لينين، جدانوف مع ستالين عمل الرياليزم سوسياليست، والرياليزم سوسياليست خلق الايرو بوزيتيف، والايرو بوزيتيف ما كانش ايرو حقاني تقريبا في العالم. في العالم 30 سنه السينما السوفيتيه تنسيت، حتى ال 58-59 اللي نجا تشوكراي وكالاتوزوف في أفلام كومباس لي سيغوني ولا بلاد دي سولدا، اللي رجعوا الانديفيدو، رجعوا الشخص الفرد، لأنه ما ثماش إحساس جماعي إلا في أوقات مهمة كاللي عايشين ما احنا تو، اللي عايشين ما احنا توا ثم احساس جماعي تحسوا، وتحس روحك محمي من الجماعه، وتحس ان جينيروزيتي ما نعرفوش منين خرجت اللي في وقت اخر يتعاركوا على فروش بالحق. هذا حسيناه وقت الثوره، وحسيناه وقت الثوره وخاصه في العتي، قاعدين نحسوا فيه توا في الاعتصام تاع بارد، وقاعدين اي على خاطر ثوره جديده توا الفصل الثاني من الثوره، توا الثورة اللي ما نجمناش نحققوها في الفترة الأولى قاعدة تتحقق، لأنه ما كناش نتصوروا أنه ثم ثورة مضادة بالطريقة هذه، مش تطلع ثورة مضادة. يعني
فرضت علينا الوضعية أنه الثورة هذه حسينا أنها ما كملتش ويلزمها تكمل. ويظهر لي زادة ثم سوء تصرف كبير كانوا نجموا يتفادوها اللي في السلطة، ما عرفوش ما عرفوش مع الأسف، يعني غلطوا أكثر من اللازم. أي لأنه إلى حد اليوم هي الأسباب اللي قامت مع جهة الثورة هي التهميش اللي نحكي عليه في الفيلم. التهميش التهميش من التهميش من التهميش الحريات التهميش الأمن الاقتصاد حتى شيء ما تصلح حتى شيء ما تصلح يعني ما عرفوش ياخذوا الدرس، ما عرفوش يشدوا في كلمتهم مع الأسف. والشعب التونسي يظهر لي أعطانا مثال. أنا معناتها ديما نقعد بعيد على الأضواء، المرة هذه جبتوني أما ديما في جبناك في إطار أي كي نمشي كسينمائي وي. أما كي نمشي الباردو معناتها ندخل مع العباد ونحكي ونحكي برشا، لكن ما نحبش نكون في الأضواء لأنه الأضواء نخليوها للسياسيين مهمين. أن إحنا في حاجة توا للسياسيين جدد، في حاجة أن نعطيهم المجال نفسحوا لهم المجال. ونحس اللي ثم برشا ناس اكتشفنا عندها مواهب سياسية وضروري أن نساعدوها. لكن فما اللي يقول لك احنا في حاجة اليوم للفنانين أنهم يتكلموا، احنا في حاجة معناتها للجانب الثقافي، احنا في حاجة الثورة ثقافية صحيح، احنا في حاجة السياسيين ماخذين حظهم. لكن أي. اليوم فنانين مازالوا ساكتين ما تراش اللي لا ما هم ساكتين يتكلموا في كل بلاصة راهو. اما مش باهي زادة احنا تعرفنا مش باهي زادة انه نفكوا لهم المجال متاعهم. بالحق انا ملي بدأت الثورة اكتشفت ناس جدد. بلاش ثقافة، احنا موجودين احنا حاضرين. انا حتى كتبت قصائد ومقريتهم مش خطر ما حشمت حتى باش نطلع نقراهم ولا باش فهمت يعني كل حاجة تجي في وقتها. أنا هو نجم أقول اللي سينوري تخلصت من السياسي اللي فيك؟ لا ما تخلصتش من السياسي، لكن اكتشفت أنه ثم سياسيين خير مني وأنا سينمائي خير من أفلامك الكل تحمل رسائل. هذاك السياسة هذاك السياسة اللي أنا تعلمتها قعدت نوظف فيها في السينما. يعني أنا نعمل السياسة عن طريق السينما، يعني هذاك دوري وفي النقاشات في الأفلام. لكن أنا بلغت على الثورة برشا حاجات في فرنسا، عملت يجي 30 نقاش معناتها في العروض في عدة مدن. في تونس يحبوك تعمل في تونس شاركت شوية، لكن في وقت من الأوقات ما نجمتش خاطر بشغل يخليه وإحنا لسان معناتها السياسيين. كان مفروض علي أن نمشي لفرنسا. فما تكامل زادة بين السياسيين وبين إذا كان يطلبوني عمري ما نرفض. كي يطلبوني يطلب منكم معناتها اي، لكن انا ما نحبش ما يطلبوا منك سي نوري من غير انتم اليوم مطلوب منكم انكم كذلك. انا مطلب مني حد باش نعمل الفيلم هذا وعملته فلا. لكن باش اني انا نمد وجهي في التلفاز وفي الواحد يظهر لي لا يظهر لي سي نوري مش ناقص معناتها ما يعرفوش باش يمد وجهه ولا معناتها الناس الكل تعرف سي نوري بوزيد. سي نوري بوزيد اذا باش انا قلب يساهم معناتها بأعماله راهو أنا على ذمة أنا على ذمة وليس أي أنا على ذمة الثورة. لكن توا يلزمنا نعترفوا أنه المجال الآن للسياسيين توا في مرحلة متاع نلقاو الحلول السياسية. ثقافة مش متعاون لكن توا البحث عن الحلول السياسية هي الأولوية الأولويات. الحلول لازم تكون سياسية لأن احنا توا في أزمة سياسية وما نجمش بقصيدة نبدل الأزمة السياسية. وإذا اليوم باش تخدم فيلم إذا اليوم باش تعمل فيلم أي. صعيب ياسر صعيب ياسر توا أنا نحضر في مشروع العنوان نجم يقلقك شوية ما اسمه ما يقلقني شيء العصر الحجري. ما نحبش نقول حتى آخر على الفيلم واضح ولا لأنه ان شاء الله ان شاء الله يوصل ويتعمل. يحبوا يرجعونا للعصر الحجري ثم محاوله رجوع اللي ولكن عند تونس ورجال تونس مش يخليهم انا مطمئن من ناحيه النساء من ناحيه الرجال اقل طمانينه. علاش؟ على خاطر النجم يلقى مصلحته الفرديه
في حاجات قديمة، لأنه يحب يكون سلطوي. السلطة الأبوية المجتمعية مازلت. معناتها أنا نحكي لك كرجل دوك من ناحية الرجال، لكن نحاول باش نتصارع يوميا ضد الرجولية اللي عندي، لأنها فيها مش رجولية، معناتها شهامة. ما قاعد في صراع أنت يوميا مع الجانب الذكوري، العقلية الذكورية، هو مش رجولية، العقلية الذكورية. نجم نقول أنا تجاوزت مراحل، لكن ديما تبقى رواسب، يلزم ديما الصراع ضدها، وديما نسمع كلام النساء لأن ما عندهم جديد، ونعرفوا اللي هما اللي مش يخسروه كبير برشا، وهما اللي يلزم يكونوا في القيادة. أنا هذايا لكن اللي نشوف فيه اليوم أنه نساء مغيبات، مغيبات لأنه موجودين في الحراك الاجتماعي، موجودين في كل ميراث، ميراث هذايا يلزم يتبدل. أي يلزم يتبدل الشيء هذا. هذه رسالة نبلوها للسياسيين. نتمنى أن السياسيين يستوعبوها، وأنا متأكد أن المعارضة فهم الموضوع هذا، لكن ثم إرث وصل. باش تتبدل الإرث هذا يلزم يلزم صراع أخر، يلزم ثورة أخرى، يلزم ثورة أخرى داخلية بيناتنا بعد الثورة هذه. الفصل الثالث من الثورة مش يكون باقي. باش نرجع للفيلم، باش نربطها بالفيلم. هل أنه فضة كيف تكسر العرايس متاع التين؟ هل أنه هذا في حد ذاته ثورة؟ ما هو موجود نوع من الثورة، نوع من الثورة، وترفض أن تكون عروسة من طين ويستعملوها باش يلعبوا بها بكل ما في الكلمة من معنى، تصبح لعبة. وهذا عاشت قبلها ربح، رفضها للشيء هذا ورفضها للكونديسيون. كانت تتصور حلم أنا تمشي مع عمي عمران، لكن اكتشفت أن أول حاجة فرقت صاحبتها اللي توصل الأولى، وصلوا هي الأولى، صاحبتها أكبر منها شوية، ومن بعد تلقى روحها مغلوقة في 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 عزلة. يعني الحلم، الحلم دايتي، لكن هذاك علاش ثورتها كانت، وحتى سمعت كلام ربح بسرعة كبيرة برشا وتجاوزتها وهربت. تعرفش وين وهربت، يعني رفضت الوضعية هذيك وهربت. وهذايا بالنسبة لي يظل أهم شخصية في الفيلم هي البنية الصغيرة، وعمران لأنه شخصية جديدة، اللي هي رغم اللي هي بسيطة هي مركبة ومعقدة وتقريبا تشخص المخصيين اللي احنا كنا مخصيين في فترات كبيرة سياسيا واجتماعيا نحكي. وهذه ما نلقاش كلمة أخرى خير من هذه، معناتها نوعا ما قاعدين نسترجعوا في رجوليتنا، في مواطنتنا، خلينا نقول بالضبط. أما أنا حبيت في نفس الوقت نضرب الرجال. خلينا نقول قاعدين نسترجع في مواطنتنا نساء الرجال. شفت كيفاش النساء هم اللي يلقوا لنا الكلمة الساعة. اليوم في هاليوم الوطني للاحتفال بالمرأة ذكرى متاع مجلة الأحوال الشخصية، شنو تقول للنساء؟ يلزم يواصلوا. أنا معناتها حسب رأيي ثم حاجات لازم تتزاد في الحقوق متاع المرأة. أنا عندي كان بنات ما عنديش أولاد، لكن نشوف اللي الظروف اللي خلقت الميراث كما هو انتهت، لأن الظروف هذيك كانت الرجل اللي يشارك في الثروة، توا المرأة تشارك ساعات أكثر في الثروة. يعني ما ثماش داعي أنه الثروة تقعد عند الذكور، لأنه المساهمة نفس المساهمة عند الإناث والذكور. يعني في معانيها الكل، خلينا نقول. أي في معانيها الكل. يعني أنا مع اجتهاد حسب
تغيير الظروف ويظهر لي يعني ماشية في اتجاه الدين، ما هيش ضد الدين، أنه نعطيه الحق لصاحب الحق. هذا أنا نشوف اللي ما زال حاجات تنجم تتربح، وخاصة اللي تحكي فيها أنت أنها ما عندهاش مكانتها في كل بلاصة. الميراث مش كان الرزق، الميراث في جميع معاني، أي الميراث هو المسؤولية، هو القرار، هذا مهم برشا برشا برشا. نقولوا مقدمة في الحركة مؤخرة. شوف أنا مثلا كل مرة نكتشف وراه، أنا مثلا اكتشفت وراء شكري بالعيد بسمة اكستراوردينير ما كان يعرف أحد وراء البراهمي كيف مباركة. كيف بالضبط بالضبط، بس ما شفناها أكثر توا مع الأخرى توا نكتشفوها أكثر بالحق فيه. يعني أي هي 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 أي صحيح. هل رجال السياسة حسب رأيك يضفيوا ظل على نسائهم؟ البناء المجتمع هو اللي يخلي المرأة لها أكثر بالصغار، لأنه رجل السياسة تقريبا غايب على الدار لأنه مناضل حتى هي مناضل، هي هذا المشكل، هذا المشكل، هي تعطي من وقتها، هي بس ما مناضل، هي تعطي من هي نعرف هي تعطي من وقتها لصغارها. قاعد نتكلم من يعني دماغي، أنا مانيش مطلع على حياتهم بالضبط، أما نتصور هي مناضلة معروفة مناضلة، لكن حسب رأيي الأم تعطي أكثر وقت للأطفال وخاصة زوج بنات. هذيك المجتمع قداش المجتمع ما هوش عادل، مش عادل مع المرأة، ويظهر لي يلزمنا نكونوا برشا 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 ناس حاضرين غدوة واليوم احنا نسجلوا قبل بنهار ما تريزوت نكونوا حاضرين في التظاهرة اللي نساء تبدأ ستمتع. اي نساء ورجال، ونتعلموا من نساء ونسمعوهم، ويظهر لي المرأة هذه الكلمة لهم مش خطر نهارهم، لا على خاطر احنا جايين باش نسمعهم. يلزمنا نبعدوا على المناسبات، يلزمنا نبعدوا على القضيه نتاع المراه، يلزمنا قضيه مطروحه معناتها بجديه وكل ما تستحق، لازم تبدا في العائله، لازم تبدا في العائله تبدا في العائله وكي تشوف في الفيلم معناتها البنات عرضه للاعتداءات اللي انا حكيت على انواع الاعتداءات، حكيت على الاعتداءات نتاع طفوله الاولاد في الفيلم الاول الى اخره، خاطر انا حبيت نحكي على نعرف انا نعرف الحياه نتاع الاطفال اكثر من الاولاد اكثر من البنات، لكن الموضوع بتاع البنات أقوى لأنه ثم مضاعفات، العنف أكثر، ثم مضاعفات أخرى، مضاعفات في الحمل مثلا اللي في حياتها الكل، حياتها تنجم تتكسر كاملة معناتها. أنا بالنسبة لي نحب نكون ديما من جهة ربح وفضل، من جهة فضل ولا عمران نفهمه هذاك الراجل هكا كما ظهرت أنا، هذاك موقفي من الراجل وهذاك موقفي من المرأة. لحد الآن عمران قاعد يعمل في خطوة وهو قاعد يتعلم ويربيه فيه، وشفنا أخيرا في آخر لقطة دموع لأنه فهم الحب، تعلم شيء وما نقيسوش منها مرجال، وانا كي نقول لك كيفاش احنا في حاجه البرشا حب، اكيد اكيد، وبالحب تنجم تغلب برشا برشا مصاعب، ويظهر لي الاولاد التوانسه ناقصين حب ويلزمهم اكثر حب، توا ماشيين في حب الوطن ستريبيا انا بارطاج اي يظهر لي شوف نحب نفاه بكل ما كلمه أيوة. واحده انا نتمنى انه المراه بمناسبه عيدها ترفع شعار انها تعيد تربيه الرجل، لان هي توا قدامها مسؤوليه تاريخيه، لان هي متقدمه اكثر توا في وعيها بحكم وضعيتها
لأنه كل شيء شرط أنه يكون الراجل كذلك عنده الاستعداد يظهر لك اللي نشوفه فيه خروجه محظورا. الراجل بدا يفهم وقاعدين يربيوا فيه من جديد. يظهر لك كلمة الختام هذه سنوري يلزم الراجل عاود يتربى تربيه بناته ونساه ونساء مرته نساء تونس. ولا أنا أقول بالمناسبة هذه نقول لكل نساء تونس أنهم يكسروا على 60 كل نساء تونس أنهم يتقاسموا المحبة وأنه معناتها نساء ورجالا ونقول لو 13 أوت غدوة نكونوا ناس كل مع بعضنا معناتها في المسيرة متاع النساء من أجل النساء مع النساء ومع الرجال. شكرا سي نوري يعطيك الصحة عايشك على هاللقاء معك.